السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير طلبت مني طريقة ربط الهوك أو السن مع الشعر أو الخيط أو القرمة أو الوش، على حسب يعني كل واحد بيسميها ايه، اختلاف المسميات يعني. فأنا عملت الفيديو دوت عشان أوضح ازاي بنربط الوش وازاي نربطه مع الهوك، في نفس الوقت ازاي نربط فيه ربطة التقل أو الرصاصة، وكمان السناب اللي بيكون جاي من المكنة، من شعر المكنة، ازاي نربط القرمة او الوش في ازاي نعلقه في السناب بتاع المكنة. عموما الشعر او الخيط اللي انا بستخدمه، انا دايما بفضل اللي هو مقاس 60 او اللي هو 6 من 10 ملي، لان ده بيكون مناسب جدا. هبدأ اعمل الوش، بجيب طرف الخيط او الشعر اتنيه على اتنين بالمنظر ده، تمام، وابدأ الفه حوالين بعضه، اعمل العقدة اللي هي احنا بنقول عليها بسيطة، والف بالظبط كده 5 لفات 6 لفات على حسب. لو الشعر او الخيط رفيع، يعني مثلا مقاس 30 او 40، ممكن الف لحد 10 لفات مفيش مشكلة، لكن لو في مقاس 60 70، بس يا زيكو زيكو بيلعب لو مقاس 60 بلفها بس 5 6 كفاية، تبقى قوي. طبعا بقص الزيادة، زيكو عمال يلعب، هو عاجبه قوي موضوع، يمكن مفكر هيلاقي سمك. بسيب بين كل عقدة والتانية حوالي 30 سنتي تقريبا. بعد كده باجي اعمل بقى عشان الهوك، بتني على اتنين برضو وابدأ الف اللفات. بالنسبة للهوك بلفها 6 لفات برضو، نفس الفكرة، الفها كده جوه بعضها 6 لفات، زيكو عمال يشد. خلصت الستة اشدها، طبعا اشدها جدا للاخر، بعدين بعملها حرف تي، بيبقى في عقدة تانية اشدها كده، واقوم جايب الطرفين فوق بعض والفهم حوالين بعض دوت، الفهم 12 مرة. ليه 12 مرة؟ انا دايما بفضل يكون العدد ده دبل العدد اللي انا لفيته في البداية. يعني الاول انا عملت عشان الهوك 6، فدوت اللي هو الامان بيكون 12، لان لما بدخله كده بعدين ادخل طبعا دوت بينهم الاتنين تديني حرف تي في الاخر. فطبعا انا كنت لفيت 12، فلما تخش بينهم كده هيبقى 6 يمين و6 شمال. اشد طبعا بالمنظر ده، هيطلع لي حرف تي، بقى 6 تحت و6 يمين و6 شمال. ده السبب اللي خلاني اعمل الاول 6 واخلص عليها، بعد كده اعمل حرف تي 12. برضو بعمل مسافة 30 سنتي تقريبا، وكرر نفس العملية. طبعا على حسب بقى انا عايز احط في الوش 3 هوكات 4 هوكات، بعمل على قد العدد اللي انا بعمله. انا دايما بفضل يعني من 2 لـ3 عشان الوش ما يبقاش طويل وانا برمي، فانا المرة دي هعمل 2 بس. بس كمثال انا عملت اهو خلاص عقدة الهوك، عايز اعمل بقى حرف التي عشان الامان، بجيبهم برضو الطرفين على بعض كده وابدأ الف الطرفين حوالين بعض، واسيب طبعا الفجوة اللي في النص او الفتحة اللي في النص بينهم موجودة. طبعا بلفهم 12، بعد ال 12 كده بقوم جاي اعدي نفس الفكرة الطرف التاني منه، يعني شوف اهو بجيب الطرف ده ادخله بينهم بحيث اعدي العقدة من الفتحة اللي موجودة. مجرد ما تعدي اقوم جاي شادد الطرفين اشدهم للاخر، هيديني حرف التي. العقدة دي كده امان جدا، عمرها ما تفك، اديني حرف التي. اسيب مسافة طبعا تقريبا 40 سنتي، واعمل طبعا العقدة الاخيرة علشان احط فيها رصاص او التقل. نفس الفكرة، بلفها حوالين بعضها 6 لفات تقريبا او 5 وشد. طبعا بالنسبة للرصاص او التقل بتكون كبيرة شوية عشان اعرف اعدي منه الرصاص، يعني دي هتبين كمان شوية لما اجي اركب الرصاصة، ولما اجي اركب السناب بتاعت السناب لازم تكون صغيرة شوية، وبتاعت الرصاصة تكون كبيرة كده. انا خلصت تقريبا العقد في الوش، ببدأ اقص طبعا الزيادات بالظبط كده، بعد كده اقص الزيادات
كده خلاص انا ربطت كل حاجة، هبدأ بقى اركب الهوك. ده الوش اللي احنا عملناه. طبعا اول عقدة بتكون للسناب والتانية هوك، وده هوك تاني لاننا هنعمل هوكين، والاخيرة ديت للرصاصة او التقل. تمام كده الوش كامل. هنبدأ بقى نركب الهوك. بجيب عقدة الهوك، طبعا هي على اتنين زي ما عملناه من شوية، ببدأ اقص طرف واحد منها عشان الطرف ده اللي هيتركب فيه الهوك. طبعا في ناس بتفضل تركب مثلا الهوكين مقاسات مختلفة او التلات مثلا مختلفين، وفي ناس بتفضل نفس المقاس. انا بفضل يكون الهوكين نفس المقاس، يعني دايما بحب يكون سواء مركب اتنين او تلاتة يكونوا نفس المقاس، واشوف حسب السمك اللي بيطلع، والله محتاج هوكات اكبر اغير بوش فيه هوكات اكبر وهكذا او اصغر طبعا. طيب هنركب الهوك. هنبدا يدخل طرف الخيط في فتحه الهوك بالمنظر ده، ونبدا نلفها على اتنين نعمل دايره، وابدا الف الطرف اللي هو اللي جاي من الهوك من جوه على الهوك نفسه. الف مثلا 6 لفات 7 لفات طبعا على حسب سمك الشعر او الخيط وحسب حجم الهوك. ممكن الف لحد 10 لو الهوك كبير جدا، ممكن الف 4 5 بس لو الهوك صغير. طبعا كل ما الف لفتين تلاتة امسكهم بصبعي عشان ما يفلتوش، وابدأ اكمل لف عادي لحد ما انا عادة بلفها مثلا من 6 ل8 لفات في الطبيعي يعني، وبتكون كويسة جدا ممتازة. باقي الهوك بيكون فاضي بحيث اقدر اقطعه. بعد كده بشد طبعا الطرف اللي اتسايب، بل اشده للاخر كده خلاص الهوك اتربط في الخيط. بشد طبعا كويس جدا، بتطلع بالمنظر ده، بتبقى اللفات متسطرة حوالين بعضها وعمرها ما تفك ابدا. طبعا عندي حتة زيادة، ببدأ اقص الزيادة كده. الهوك جاهز ان انا اطعم. طيب ركب الهوك التاني نفس الموضوع على اتنين اهو، هقص طرف منهم بقى عندي طرف، هبدا اركب فيه الهوك بنفس الطريقه اللي عملنا بيها الهوك اللي فات. طبعا في كذا طريقه على فكره، في كذا طريقه، يمكن بعد كده نعمل اعمل فيديوهات تانية اشرح فيها الطرق التانية، اشكال مختلفه يعني وطرق ربط مختلفه. نفس الوضع، هبدا الف الطرف اللي جاي من جوه الهوك حوالين الهوك نفسه 6 لفات 8 لفات على حسب ما انا عايز، الف ورا بعض. طبعا اللي بلفه بمسكه بصوابعي اللي ماسكه الهوك عشان ما يفلتش مني، واسطرهم ورا بعض. الافضل طبعا ما يبقاش فيه لفتين فوق بعض، يبقى كله متسطر ورا بعض. وبعد ما خلصت بشد الطرفين، فطبعا بيمسك في الهوك كده، الهوك ثابت خلاص. طبعا عندي طرف زياده، لازم اقص الطرف الزياده ده كده. الهوكات ركبت الهوكين، هيبقى عندي طبعا خية انا كنت عاملها للسناب. السناب ده طبعا المفروض ان هو بيكون في شعر البريد او شعر الماكينة هو نفسه يعني، بس طبعا هنا هركبه كده عادي يعني، لكن هو اصلا المفروض بيكون ماسك في المدور، ماسك في الماكينة. فطبعا ده السناب، ده اللي بيكون في الماكينة نفسه. بعد كده الهوكين، بعد كده في الاخر بركب طبعا الرصاصة. طبعا الخية او العقدة الرصاصة لازم تكون واسعة شوية، لان الرصاصة بتكون كبيرة. احيانا بنضطر نركب رصاصة كبيرة، مثلا رصاصة مقاس 7 او مقاس 8 فحجمها بيكون كبير، فبالتالي لو هي صغيرة الفتحة صغيرة مش هتعدي الرصاصة الكبيرة يعني. فدي دي عموما رصاصة حجمها متوسط، ده مقاس 5 تقريبا.
بندخل بقى دي ما بتتقصش زي ما هي كده على اتنين، بندخلها في الفتحة بتاعة التقل او الرصاص، ونلف طرف واحد منها لفتين بس كفاية، ونشد طبعا رحل كله يكون في الرصاص من فوق، ونشده كويس كده ما تفكش ابدا في المية، خلاص تفضل ثابتة. وفي نفس الوقت دي سهلة الفك، انا اقدر افكها، يعني لو انا عايز افك الرصاصة دي انا اقدر افكها منها بايدي، لكن لو هي في المية ما تتفكش لوحدها. كده الوش خلاص جاهز ان انا اقدر اطعمه واصطاد بيه. ده طبعا السناب اللي بيكون جاي مربوط في الماكينة. كده الوش كله جاهز من اول السناب والهوكات والرصاص او التقل، كله جاهز كده اقدر اصطاد بيه. ده كده بخصوص ازاي نعمل وش كامل، ازاي نربط الهوك في الشعر، وازاي نعلق الرصاصة او التقل فيه، وازاي نعلق الوش كله في السناب اللي جاي طبعا مربوط في المكنة. لو في اي عقدة او حاجة مش واضحة ممكن اعمل لها فيديو منفصل يكون موضح اكتر، شورت فيديو مثلا 10 ثواني او 30 ثانية، لو في حاجة مش واضحة قولولي عليها ممكن اعمل لها فيديو لوحده. طبعا في طرق كتير على فكرة ان نربط الهوك في الشعر او التقل، في كذا طريقة انا عملت لكم يعتبر دي اسهل طرق. ان شاء الله ممكن اعمل فيديوهات تانية اوريكم الطرق التانية او الاشكال التانية للعقد او الربطات دي بتكون ازاي. شكرا.